نقطة مهمة. أثناء البطولات، البطولات دي وبطولة كأس العالم الأخير اللي الحمد لله النادي الأهلي برضو حقق فيه للمرة الثانية على التوالي المركز الثالث، كان في نفس توقيت منتخب مصر بيلعب في أفريقيا، معظم لعيبة الأهلي موجودة، وأنا حكيت الكلام ده قبل كده، لكن لعبتنا مش هتروح معانا، مش هتبتدي معانا البطولة. أول مباراة ما حدش ابتدى معانا عشان أفريقيا، تاني مباراة في اتنين ولا حاجة احتجنا لهم، تالت مباراة الحمد لله ولادنا لعبوا. لكن لما تعرضت الظروف أو المواعيد ما بين منتخب مصر والنادي الأهلي، منتخب مصر الأول، كلنا طلعنا وقلنا الكلام ده، لا منتخب مصر الأول قبل الأهلي ومصر قبلينا كلنا. هنا دور الأهلي في أنه يدعم منتخبات بلده، دور الأهلي أنه ما يعترضش، يعني بيمثل البلد، دور الأهلي الوطني أنه هو يساهم بجد في مع البلد ومتمثلة طبعا في كرة القدم. هنا أنا بقول دور الوطنية، الوطنية مش كلام، الوطنية وحب الوطن هي أفعال لكن مش كلام وطنطنة، لا. النادي الأهلي مختلف طبعا، النادي الأهلي مختلف وهي مش كلام وطنطنة، لا أنا مش هبعت لعيبتي، أنا ممنوع، أنا مش هروح، أنا مش جاي، ما تبعتش. بص العظمة، بص العظمة، بص التاريخ، بص الجمال، بص القيمة، بص القوة، بص الاحترام، ده حتى شكل الصور حلو. ايا كان من هو الرئيس، انت على خلاف او على اتفاق معاه، لازم تكون صورته موجودة وقاعات باسمائهم موجودة داخل النادي الاهلي، لازم تشوف وتبص وتستمتع وتستعيد التاريخ. ما هي يا جماعة يقول لك ايه ده ابن اصول، هم دول ولاد الاصول. واستمر التوارث في النادي الاهلي، عشان كده والله بقول للدكتور اشرف صبحي يا معالي الوزير، في اللوائح اللي حضرتك بتجددها دي ارجوك موضوع الكشف على القوى العقليه ده مهم جدا. كفانا بقى بجد والله العظيم ثلاثه، والناس تتاثر ازاي، ولما يعني بيطلعوا يتكلموا بيحصل لهم ايه، ده امر في غايه الاهميه. لازم نشتغل صح للفتره اللي جايه بقى عشان ننظف المجال بتاعنا، ونجيب ناس بجد تعرف تدير الرياضة في مصر، تعرف تضيف للرياضة في مصر. احنا مش ناقصين مشاكل ولا ناقصين أزمات ولا ناقصين خناقات. بعدين مش عايزين بقى كل شوية ايه هواة الترند وهواة السوشيال قول لي اخبار ايه، الحلقة عملت ايه، رد الفعل ايه، حلو، ايه رأيك بقى لما انا قلت مش عارف ايه، ايه رأيك لما كتب، انا قلت همنعهم مش هوديهم. ما تمنعهم يا عم، طب لو جدع امنعهم بجد، لو جدع امنعهم، خليك كده جدع وامنع. وفين مجالس الادارات اللي ما بتردش على الكلام الفارغ ده؟ يعني هل احنا وصلنا يا معالي الوزير المحترم ان يتم التهديد علنا في البرامج بمنع اللاعبين من تمثيل المنتخب؟ قول انا مش هرسلهم الا في الاجنده الدوليه، اضرب لك تعظيم سلام. لكن هل وصلنا الى هذا المستوى؟ هل احنا بقينا كده بجد؟ بص بص المجلس المحترم، بص مفيش حد، لو حد قال كلمة ولا حاجة نو، لا ما ينفعش. اهو بص من كبيرهم كابتن الخطيب وسراج ورانيا علواني وطارق أنديل ودكتور شوقي، لا قلت لك كلمة بس تالت، لا ما تقولش. بص كله 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 كله، بص بص يا جماعه، حاجه محترمه، حاجه محترمه تشعر بالفخر والاحترام والزهو زي ما قلت لك يعني. والنادي الاهلي كمان زي ما قلت لك ما بيقفش على لاعب ايا كان اسمه، ايا كان حجمه، ايا كان وزنه، ايا كانت نجوميته،
النادي الاهلي المفروض كده يكتبه والله للاخلاق والتربيه البدنيه او الرياضه البدنيه. هو الاهلي كده. اوعى تفكر ان حضرتك لعبت شويه في النادي الاهلي وبتاع فما يحصل حاجه ولا بتاع الدنيا هتقوم مش هتقول، لا لا خلاص تتنسي. سلامه يا حبيبي، مالكش رد عندي. دورك معايا انتهى. ما احبش ان انت تبقى موجود تاني. خلاص حكايتك انتهت. الاهلي مش نمبر وان بس، مش في افريقيا بس، الاهلي موجود دائما وابدا في التكريمات. هو مين ده يا جماعه اللي قدامي في الصوره؟ مين؟ انفنتينو. مين انفنتينو؟ رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الفيفا. بيسلم مين؟ بيسلم كابتن الخطيب اهو في الجلوب سكر، افضل نادي في الشرق الاوسط، الوينرز بتاع الميدل ايست، النادي الاهلي. مع مين بقى اللي على يمين الخطيب ده؟ مين او اللي على شماله؟ مين ده؟ مين؟ كريستيانو رونالدو، وده بوتروجينيو نجم الاسباني الشهير، ودول نجوم العالم الكبار ليفاندوفسكي، والنجوم دول كلهم معاهم النادي الاهلي. طبعا اتعلم يا اخي بقى، اتعلم بقى. ما هنعمل ايه عشان نعلمك؟ هنعمل ايه عشان نفهمك؟ افهم بقى. وتكريم اخر في محفل اخر، وكالعاده الاهلي موجود في الجلوب سكر ودائما وابدا، وانت لسه عمال تقول لي مش عارف ايه وتخلي ايه وتسوي ايه. هذا هو النادي الاهلي، هذه هي اخلاقيات النادي الاهلي وقيادات النادي الاهلي. دي دروس الاهلي زي ما قلنا في العنوان. طارق قنديل عضو مجلس اداره بيتسلم جائزه افضل نادي في افريقيا، نسمع. بالشكر للاتحاد الافريقي لكره القدم برئاسه السيد موتسيبي على هذه الامسيه الرائعه، ولا يفوتني ان اشكر المملكه المغربيه على هذا التنظيم الرائع، والتي تثبت دائما انها على قدر من الكفاءه والإخلاص لكل المناسبات الكبرى. كما أشكر كل من صوت للنادي الأهلي ونجومه. تحياتي وشكري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، ده عضو مجلس الإدارة اللي يشرف، هو أو الله يرحمه العامر فاروق أو خالد مرتجي أو دكتور شوقي أو محمد الغزاوي أو حسام غالي أو محمد ضماطي أو مهند مجدي أو محمد سراج أو محمد الجرحي أو مي عاطف، هتلاقي كلهم نفس الحدوتة، نفس الأسلوب، نفس الطريقة. عضو مجلس إدارة مال وهدومه، ما هو لازم يبقى مال وهدومه، مش جاي عشان مش عارف ايه ويمشي. طيب هنسمع كمان كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعلى مر العصور دائما وأبدا تسمع أحلى كلام وتشوف أحلى صورة من الأهلي ورموزه وقياداته. نسمع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بس يا رب تتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله سنة 24 تكون سنة سعيدة علينا جميعا، تكون مليئة بالسلام والرخاء بإذن الله. حقيقة عايز أتوجه بالشكر لدولة الإمارات الشقيقة اللي عودتنا دايما على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في كل المناسبات. كمان كل التحية للسادة الحضور، وأخص يعني أو الناس الأساطير الكروية اللي موجودة، سواء لاعبين سابقين أو مسؤولين، فأنا الحقيقة بحييهم كلهم، وشيء سعيد إن احنا نكون موجودين معاهم. كمان عايز أشكر موقع جلوب سوكر والقائمين عليه على هذه الاحتفالية الرائعة والمنظمة بشكل ممتاز الحقيقة. أنا يمكن بالنيابة عن النادي الأهلي سعدنا جدا بهذه الجائزة، وأشكر كل من إدى صوته للنادي الأهلي ومنحه حقه في الفوز بجائزة أحسن نادي في الشرق الأوسط.
اسمحوا لي كمان ان انا اهدي الجائزة دي لأصحابها والمشاركين فيها، وهو جمهور النادي الأهلي اللي دايما بيساندنا وبنستمد منه القوة والحافز على الاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات. كمان بهدي هذه الجائزة لزميلي الأستاذ العمري فاروق، اللي الحقيقة يعني حاليا هو في أزمة صحية كبيرة جدا جدا، نتمنى له الشفاء إن شاء الله. بشكركم جميعا وبشكر دولة الإمارات الشقيقة. شكرا. شفتوا الأخلاق؟ لما تيجي تتكلم على قيم أهي، تتكلم على مبادئ أهي، تتكلم على أخلاق أهي، تتكلم على علم، تتكلم على معرفة، تتكلم على أصول. هذه المشكلة، المشكلة إنه ده برعاية البعض وبموافقة البعض وبترحيب من البعض، مش رايحين نجري تراك بوكس ضرب قضيه، ايه كاس ده بتاعي انا اللي هرفعه، تراك بوكس انا اللي هجري بيه في التراك، تراك بوكس انا اللي مش عارف ايه والناس ايه والحدوته ايه. لا لا لا، ده مش موجود في النادي الاهلي. ما هو النادي الاهلي بيدي الدرس او بيدي الدروس زي ما بيقولوا يعني، فهمت؟ سواء لعيب سابق او سواء مسؤول خارج النادي الاهلي او سواء حد في المجال بتاعنا، فهمت حضرتك ولا عايز تفهم تاني؟ فهمت ولا نقول كمان؟ لو عايز نقول كمان نروح فاصل ونرجع كمان وكمان وكمان.